السلام عليكم الإخوان، بارك الله عليكم، تحياتي لكم جميعاً. أتمنى تكونوا في صحة جيدة. الإخوان مرحباً بكم مرة أخرى عند مدرسة مزاقان بعنوان فائدة من ذهب. إن شاء الله الرحمن الرحيم الإخوة، اليوم غنهضروا في واحد الموضوع جد مهم. هذا الموضوع هذا هو كيعانيو منه يعني بزاف الموالي، وخاصة عند الوليدات القرع الفراخ ديال ستيبات اللي هما كيكونوا صغار بزاف، أو ستيبات اللي كيكونوا ولاد العش. هاد المسألة اللي غنهضروا عليها الإخوان هي كتجلى واحد النوع ديال العيوب، يعني واحد النوع ديال العيوب اللي كيخلقهم الطائر، هو كي لعدة أسباب اللي غادي نتكلموا عليها كتجعلو كيجيب هاد الأمور اللي هي عند المواليع عيب، وكتعصب المولوع، كتعصب الطائر. هاد المسألة إخوان هي المسألة الأولى، هو الطير يعني شنو الأسباب اللي كيدور على الشراب ديالو أو الديل ديالو كله واش كيسميه. والمسألة الثانية هي كيجيب واحد الكلام اللي من المغربات لا أصل له من التغريد، كلام ما مفهومش. المولوع يعني البعض من الموالع ينسبون من الأسباب ديال هاد المسألة هو الطير في الانتوراج ديالو، في كيحفظ كيسمع بعض الكلام اللي ديال الإنسان أو ديال شبه شي حاجة من تلفازة وكذا وكذا، ما كيعرفش يفسروا الطير، ما كيعرفش يتكلم بهذاك الشيء، كيخرجوا هذاك الشكل بحال هكا. وهذا يعني بعيد كل بعد على الطائر المقنعي، لأن ملي كنهضروا على الطائر المقنعين كنهضروا على واحد الطائر اللي هو يعني ما مهجنش، فهو يعني يحتوي ويحتفظ بالجيناء ديالو الأصلية. دائما اللي كيكون ديك الجينات ديالو، الجيناء ديالو الأصليين ديالو ما فيهش تهجين، فهذا دائما كيمشي الكلام ديالو. نفرض حطيتي المقنين وحطيتي كنار، انواع ديال اللي كناري ولا شي نوع ديال اخر كلام اخر اي طيور، ولكن حطيتي معاه مقنين اللي كيهضر، حطيتي هذوك الوليدات ديال ستيبان وحطيتي معاهم مقنين كيهضر وسط الطيور، غادي يمشيو للمقنين، غادي يمشيو لدمهم، ما غيمشيوش لهذوك الكناري ولا انواع اخرى. حتى في الطبيعه ملي كيكون البو راه كيمشيو للبو، كيمشيو الانواع ديالهم، رغم ان بزاف الطيور يعني مخلطه، ولكن راه كيمشيو للبو. انت كتسمع بان فيه عصفور ولا بانسو ولا شيء من الطيور الطبيعيه، ولكن راه كاينه في بواه، هو راه تبع بواه، داكشي اللي قالوا بواه قالوا. اذا هو ما كيمشي لدم اخر حتى ما يلقاش النوعيه ديال التغريد ديالو. فلهذا ملي كتدير انت الكلام ديال تغريد ديال المقنين، راه ما يمكنش يمشي هو قلب على تغريد ديال بنادم ولا تغريد داكشي اللي كتخيل لك حتى باش ما عرفهاش ويجيب. لا، هذا موضوع اخر. المساله الثانيه، البعض كي ينسبوا الناس بانه هو هاد المغربات كيجيو طير هو معصب، فيه نوع من الاعصاب ديال ستريسي وهذا، والبعض ينسبها الى كل ما يتعلق بالظلمه، يعني الظلمه هي كثره الغطاء والظلمه هي اللي كدير هاد الحوايج هاد. قبل ما غادي نهضروا، وانا كنرشح الامر لهاد الظلمه، ولكن قبل ما غادي نهضروا وغنعطيو واحد الحل
بسيط وجميل ومنطقي، واللي بغى يخدم به كان افضل. غادي نهضروا عليه ان شاء الله باش ما يطيحوش الاخوان في هاد النوعيه ديال اللي كيجيب هاد الطير، هذه اخطاء نسميوها اخطاء او مرض او شيء من هاد قبيل هذا. إذا مشينا للطبيعة الإخوان، واش عمرنا شنا شي مقنين كيدور على الديال ديالو، على قزيبتو ولا على الشراب ديالو؟ ما كاينش. يعني أنا عشت مع الطبيعة ما كاينش. واش عمرنا سمعناه كيجيب هاد المغربات اللي ما مفهومينش؟ ما كاينش. إذا من طبيعة المقنين ما فيش هاد الحويش في دمه. إذا الحويش كيتكتسبوا كيف قلنا من هاد الأمور هذه ديال الظلمة أو أمور أخرى اللي ربما حتى هي غتكون ساهمت في هاد الحويش هادو. هو إلا مشينا للطبيعة كنلقاو مقنين هو باقي صغير، باقي يقرع، باقي صغير، يلاه راشم، يلاه مخرمج التحميره ديالو، يلاه وكتلقاه كيدور على بعضياتو، فيهم هذيك القضيه ديال التعادد وديال القباحه وديال استعراض العضلات، فيه المقنين هذاك البريستيج ديالو فيه على بعضياتو. وكذلك ملي كيحمروا ولا في الصوله ولا في هذا دائما كيصولوا على بعضياتهم، دير على بعضياتهم. اذا الطير الى ما لقاش ما كيشوفش الطيور وما كيشوفش واحد الطير اللي كيدير معاه ويهيج عليه ويدير معاه عندك في الدار، ربما يلتجأ لهذه المساله ديال يدور للدياله ديالو ويدير هذه الامور اللي هي من الفطره ديالو. المساله ديال الظلمه الاخوان صراحه الظلمه صعيبه، ولكن ما نقولوش انها خايبه، عندها واحد الايجابيات ديالها. تكلموا الاخوان في خلال لقاءات التواصليه، هضروا اللي فيه الكفايه، كله تجربته، كله عنده وجهه نظر، كله. ودائما احنا في هاد الامور او علم الطيور الا وكنبحثوا وكنجتهدوا باش ان شاء الله نوصلوا لواحد النتيجه. رأيي الإخوان رأيي الخاص، وربما غادي يكون على صواب بإذن الله، لأن هذا الشيء هذا درته أنا هذا العام، خدمت به، أنا خدمت به وباقي خدام به. أشنو هو هذا المسألة؟ هو طير ما حدو كياكل في السرانك أو كتوكلو الطريقة ديالك، إلا هو عريان وكيسمع باقي صغير، حتى يتزون حتى يتفطم. ملي كيتفطم كتجي واحد المده ديالو كتلقاه عنده شهر، شهر وخمس ايام، شهر على حسب يعني التهليه اللي كنتي غادي بها في الاول مع الطير، هي اللي كتجعل هذاك التفطيم ديالو واش غادي يتاخر ولا يكون قريب شيئا ما. الا كان الطير صحيح وغادي ومهضي والماكله وافقته كيتفطم شويه بكري. ملي تفطم وياكل زوان وهو كيسمع الاخوان لحد الان هو عريان، كديرو في قفز، كديرلو السويك بيض، كتخلي ليه قدام ديالو عريان، كتحضع طويرات خوتو كيشوف هو كيرتاح، كاين طيور اخرين كتبان ليه هذيك الحياه عاديه طبيعيه، راه كاين واحد اخر وكاين واحد اخر وكاين واحد اخر وكاين واحد اخر، يعني كيديروا بعضياتهم. المساله ديال الظلمه غنعطيك واحد الوقت محدد، هي مساله ديال البداله. طير تشمش كيعوم بالك بدا كيطيب ظلم عليه، لأن الظلمة راه فيها إيجابيات الإخوة.
الايجابيات ديالها هو الطير كيعطي جميع امور اللي كتعلق بالسمع للباطني ولا الظاهري كيعطيها كامله باش يسمع، لانه ما كيتلهاش باللعب، وحتى الريش ديالو ما كيتهرش، ما كيدير كيخرج زوين، بدل مزيان، هذا البرد الى اخره، امور صحيه مزيانه، وما كي تلهاش مع شي حاجه من بعيد، كيتلهى مع داك الكلاب ديالو. وحتى في هذه الحاله ما يمكنش الطير غادي يتعصب ولا غادي يتخلق ليه شيء من ستريس في هذه الفتره هذه، ما دام هو حاجته غير بالماكله وبتغيير الريش بالصحه ديالو وبالسمع، باقي ما بغاش يفرض الوجود ديالو. وقتاش الطير كيتعصب ويبغي يخرج وده الوقت اللي يبغي يفرض الوجود ديالو، يعني حفظ وبغى يتكلم، وخاصه لامور اللي هي فطره من الحياه ديالو خاصها تبان ليه قدامه. في هذه المرحله نخرج الطير، يعني الطير غيدخل الظلمه ما غيتجاوزش عندك شهر ونص حتى شهرين، غتخرجو يعني ما بين داك الشهر الاولاني ما نحسبوش ديال اللي باقي صغير وكيسمع حتى تفطم، كنحسبو شهر ونص ديال الظلمه ولا شهرين ديال البداله. ملي كيدير البداله ويبان لك خرج النبابه، تفرقعوا دوك النبابه ديال التحامر، كلشي الطير بدا كيصفي وبدا كيتكلم، وكي الكلام ديالو ولا عامر مغلوق، كتسمع لي كول بي ولي سيلاب وداكشي، وكتسمع تشيوات، الطير جاي وباغي يشوف حياته. كتخرجوا في ساك ابيض ما كتعريش عليه، او حتى لا بغيتي تعري عليه فونده مغطيه من الفوق الجاجه، وتخلي ليه الساك وتعري عليها من القدام حطو. علاش كنقولوا هذا الشيء ما تعريش عليه؟ لانه ملي كدير ساك ابيض راه الضوء غيدخلوا، شيئا ما نفسانيا هو ما بقاش عنده داك المشكل ديال الظلمه، وحتى حتى ما غتاثرش عليه في ساعه غتخرجوا الضوء باش ما يوقعش ليه شي مشكل يعني في الصحه ديالو. والمساله المفيده والمهمه باش يبقى في ذاك الساك الابيض ويبقى محافظ على ديك الكلمه اللي عنده، لانه غيدوز لواحد المرحله ثانيه هي مرحله ديال اللصانة، البداله كيصفي فيها كيدوز في التصفيه كينتقل للمرحله ديال اللصانة. هاد اللصانة كل ما هو كيتعلق بالعظام، رجلين، قمقوم، اي حاجه ديال العظام. استسمح. فهنا ما خاصوش يضربوا البرد، الا ضربوا البرد يمشي لك. اش كيطرى ليه؟ كيضربوا البرد القمقوم ديالو ولا رجليه، كتتربى فيه واحد الماشيه، ما كيبقاش يعني مكونسونطري مع الماكله، وكيولي كيحك القمقوم ديالو بزاف، وكيولي ياكل رجلي بزاف، لان ديك الماشيه محدويه كتدير كتخلق لي واحد المرضي شويه، ما كيبقاش يقدر يهرس زوان، كينوضنا كيولي بالك زوان تمهرس مقطع وما كياكلوش، كيبدا كيسيف شويه، كتقول تنعتقو باش ما يموتش نعطيه شي ماكله رطبه، كيدير واحد بعد الموالي كيديروا واحد الخطا كبير، كيعطيوه النيجير، النيجير كيزيد يصفيه عليه بخطره، لان النيجير صعيب الكبده، المسائل راكم عارفينها. فحتى الدواء ديال هذا الشيء صعيب، هذا الشيء ديال التسياف وهذا المرضي صعيب، خاصو واحد تريتمون كبيره 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 بزاف، والاغلبيه كيموتوا، وملي كيموت كتلقاه مسيف وكتلقاه القمقوم ديالو زرق، هذا دليل بانه هو ضربوا البرد العظام ديالو. ولهذا تخرجوا خليه في ساك ابيض او الفونده فيها الجاجه والبيت عندك دافي، تعريه مره مره، كتسد كيسمع كيفرد، تجيب عليه طير قدامه، واخا يدور خاوي، راه كاين مقنين اللي باقي ما كيخرجش كاع التعديده وكيدور غير خاوي، خليه يدير هذوك الحركات ديالو الفطريه ديالو، خلي الاخر يشوف. هنا ما غاديش يجي هذاك
نوع ديال عصاب ولا دوك المغربات ولا داك يدور على المسائل ديالو الدياله ديالو. ومره مره غتشد واحد الكريه كبيره غتشد واحد الكريه كبيره غتطلق فيها الطير ما تشدوش بيدك بحالك بقى عليتي راه النوب الاولى غيبان لك جناح شويه غيبان لك بحال الدلاو لانه مولفين مجموعين بحال ما تخافش دير لي واحد البانيو لداخل نكب الماء من الفوق يشوف الماء هو عزيز عليه الماء المسائل ديالو نشمش شويه يفرفر يدير تعلم شويه كان تخليه واحد في هذيك الكريه تخليه واحد ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام كيشوف كيفرفر كيدير كي ما غاديش هو يبقى لم كونسونطري لا لشي حاجه حداه الدياله ديالو ولا المز كيفرفر كيحس بواحد حياه كيتنعش حتى كلشي الامور ديالو يعني الريش ديالو كيشد بلاصتو ونرجعو ونبقى غادي معاه بهاد الخدمه وكيسمع كيسمع الاخ ما حدو غادي وكيسمع ونرجعو القفز ديالو الحمد لله ما غطيحش في هذا المشكل كون على يقين اللي صعيب هو كتخليه مده ديال 6 شهور 7 شهور في البداله وتما والطير ديما خايف عليه وكتخشيه دير مقنين الا مقنين الا وهاد المساله انا كتبان ليا ديرها حتى مع الميستو ما تخافش لان الميستو عنده حتى هو هذيك الفتره تيحفظ تيحمر يسالي كتبقى حاضي معاها من امور اخرى اللي يعود يسمعها فهمتيني كاع ما يطيح لك هو في هذا الشيء ديال هاد المغربات هادو كاع ما يطيح لك فيهم هويا الى لقى الكلام اللي كيسمعوا داكشي تبارك الله عليكم الاخوان نتمنوا تكون هاد الفائده ان شاء الله نالت الاعجاب ديالكم وتحياتي لكم والله يبارك لكم في ولادكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته